برافو، بس يعني واضح الله. انك رجعت للمشهد تاني دلوقتي حالا. انا شايفه طبعا مشهد قوي جدا، وخصوصا ان هو جاي من جوه، يعني ليه جذور جواك وليه اصل جواك، ودي حاجه جميله. انا بس استغربت من شويه كنت بشوف مشهد استاذه مديحه، يعني انت الشياكه والرقه واللطافه، هانم هانم كل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا هو جاي الكاركتر ده منين يعني؟ وبعدين لقيتك انت نفسك، يعني انا كفنانه مصدقاكي جدا في الدور في المسلسل، بس انا لقيتك انت بتبصي لنفسك باستغراب جدا، جبتي الكاركتر ده منين اصلا؟ لا استاذ محمد اللي جابه مش انا اللي جبته. ما هو لازم انت تحسيه وتقدميه. يعني بعمل له اللي هو عاوزه، اللي هو بيقول عليه. طب طارق بيعمل ايه دلوقتي؟ شفت برضه على المشهد يا حبيبي بنات برضه طبعا نفس الكلام. لا حاساه يعني انا اصلا انا على فكره في حته بنتي بالذات ببقى خط احمر في كل حاجه. والله وانا نفس الكلام برضه، زغلولتين بتوعي. عايز اقول لك ان الاحاسيس دي كلها انا كنت متصور ان انا لازم امرن نفسي كتير قوي واعمل، لان زي ما قلت لك غير طبيعه شخصيتي. كنت بقف في المرايه وانا بقرا الورق وابص اشوف عينيا بتقول ايه، وشي بيقول ايه، وانا بسمع الحاجات دي، وكنت اسجل واسمع الصوت طالع حلو وحش. الحاجات دي انا شفت استاذ نور الشريف بيعملها، يسجل لنفسه ويشوف نفسه. يا جماعه اساتذه كبار وبيذاكروا ويشوفوا ويبصوا في المرايه. امال هتعملي ايه؟ امال هتنجحي ازاي؟ الله. يعني انا اذا ما حسيتش نفسي وانا شايفني الناس مش هتحسني. انا قعدت عشان اعمل الكاركتر بتاع حماده فتح الله ده اللي هو غير طارق، تانيه الظهر، كسره العين، الوش الحزين، هو طبق سلطه من الشر والقبح والطيبه. ثلاثه داخل حماده فتح الله. صحيح. وواعي للي هيحصل، وده كان من ضمن التناقضات داخل الشخصيه، وفي نفس الوقت خوفه على اولاده، ما هو ده طبيعه الاب. انا اللي ثابت عليا يا استاذه مديحه بكري، لان في وسط الشر يعني ده كله، هي عايزه تعمل شر في وسط ده كله، واولادها حته منها. طبعا. وانت طيبه جدا بطبيعتك، بس عشان تخشي وتعيشي في وبرده عملت كده زي ما هو بيقول في المرايه، برده في حاجات كتير قدام المرايه لما الواحد قرب يتهبل يعني. لكن قرب لكن عشان ارفع حاجب وانزل حاجب والحاجات دي ما مش عارفه تيجي. بتيجي كده لوحدها. لازم ما تكونيش انت مش عارفه تيجي. مش عارفه تيجي. او البصل اللي بغل قوي دي انا لسه بضحك على روحي يعني. يعني اكلم نفسي ممكن يعني اعيد المشهد قدام المرايه عادي، لكن البصات اللي على الجنب وبصت الحقد وكنت بتزغرطي وهم في عز الحزن واقفه بقى في الحاره وبرش ملح وبرقص. ده انا برقص، ده انا اول مره في حياتي بقيت ارقص. الناس قالوا لك ايه في الشارع بقى بعد ما شافوا ده؟ الناس مش مصدقين، في ناس مش عارفيني. طبعا مش عارفينك. شكلك فرنساوي. انا قعدت اشبه عليك كتير رغم اشتغلنا مع بعض، بس قعدت اشبه يعني درجة يعني عارفه باللفه اللي بتاع لا مغيره خالص. وانت بجد انت اللي كنت في جعفر عمده؟ والله انا، والله انا على الحال ده يعني.